بشر وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بمعية والي ولاية خنشلة والسلطات المحلية وممثلي سلك القضاء زيارة عمل وتفقد لقطاعه بالولاية، استهلها بمعية مشروع مجلس القضاء الذي تجاوزت نسبة الأشغال به 60% ليتوجه نحو مؤسسة الوقاية 300 سجن ببلدية أنسيغة، أين تم تقديم عرض حول المشروع الذي هو في طور الإنجاز بنسبة 87% من تقدم الأشغال. لنتابع التفاصيل مع عمر عامري. ما فيها اشكال، ما فيها نهار مليح والحمد لله. الحمد لله. متفائلين ان شاء الله. مبروك ان شاء الله. متفائلين ان شاء الله. متفائلين ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ما نعدوش بشيء ما نقدرش نوفيو به. لان الامكانيات محدوده وكذا. ومشروع دوكا معناها على 5 سنين ولا 6 سنين ولا 10 سنين. والاحتياجات انيه مستعجله. دوكا رانا نفكرك شنو يخصو لنا مقر. إن شاء الله سيادة الوزير أنا نتمناو منكم أنتم ومن السلطة الجزائرية أن تعاوننا ولو في بطاقة فنان، نحبوا نشاركوا حتى احنا في مهرجانات أو تظاهرات وطنية، بس لازم يطلب عليك بطاقة عازف أو بطاقة فرقة على الأقل باش نقدروا احنا نشاركوا. عندي قضية تقول بطاقة فنان، نروحوا المشكل احنا كي تجي الوزيرة يكتب الوزيرة كان جاي. احنا ما لقينا حتى صعوبات، يعني المدير يعاوننا السيد المدير يعاوننا ما شاء الله. انا على هضرت على ليزانفيستيسور فوالا لازم تحتاج انخراط الجميع الدوله والمؤسسات والخواص ماشي ايمانس يعني مشروع كبير وضخم ويعود بالفائده على المنطقه يعني راح يفتح افاق كبيره في التشغيل راح يخلق حركه اقتصاديه كبيره انا اعتقد بانه يحتاج الى انخراط الجميع وكل جمعيات كذا باش المشروع هذا ينجح هذا شوف تاع الابداع والثقافه السياحه سيتويان سيتافاك سيتويان